السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، تقدر ترفع اي صورة هو يبدأ ان هو يعدل لك عليها بشكل سهل جدا ويديها ستايلز زي ما انت شايف. يعني مجرد تختار اي حاجة، ممكن بالذكاء الاصطناعي تقول له مثلا عايزها شوكولاتة كيكة، ممكن تقول له انا اشيل الجزئية ديت. فمن خلال الذكاء الاصطناعي تقدر تعدل على الصور زي ما انت عايز، تديها الستايل اللي انت عايزه، تكتب برومت زي ما انت عايز. فهو بينقل النقلة الحلوة في فكرة الديزاين. ممكن تديله صورة وتقول له عدل لي فيها، يبدأ انه يعدلك فيها بشكل سهل جدا. اي صورة تديها له، ممكن تقول له انا عايزها كرتون، عايزها بأي ستايل، يبدأ ان هو يعملها لك بشكل احترافي. ممكن تحذف اي حاجة انت عايزها. طيب تعالى نجرب الموقع مع بعض. فدي مش كنت اشتغلت فيها قبل كده. هو بقى بيوريك اللايبراري اللي موجود عنده. ممكن مثلا اي صورة عندك ترفعها وتقول له اعملها لي بالستايل دوت. تمام اهو. فهو بيقول لي اختار اسم المشروع، دي الستايل اللي انا عايزه، البرومت لو انت عايز تكتب اي برومت، عايز تعديل معين، ممكن ترفع اي صورة. بالشكل دوت اوكي. فيبدأ يرفعها، وبعد كده نقدر ان احنا نديله نفس الستايل او نكتب تكست زي ما احنا عايزين. فهيجيب لي بالشكل دوت. تمام، ممكن اختار بقى الشكل اللي هو مناسب ليا. تمام شايف ده، ممكن شوية ممكن هنا تكتب تكست معين زي ما انت عايز. هنا تكست تو ايمج، هنا ايمج تو ايمج، هنا امبورت ايمج، هنا جنريت فيل. يعني بعلم على جزء معين واقول له امسح الجزء ده وحط مكانه مثلا بدل البدله دي حط جلابيه وهكذا. فزي ما انت شايف يعني موقع سهل جدا وبسيط، تقدر تستخدمه زي ما انت عايز. عجبك مثلا الصوره ديت، هتدوس عليها يبدا ان هو ايه يحطها عندنا بليست اون كانفا. تمام، عندي الليارات هي موجوده، فتقدر انت تخفي اي لير انت مش عايزها. وتقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، تقدر تعمل لك سبورت اي ستايل من هنا تختاره. وممكن تقول له مثلا اعمل لي تكست بالستايل دوت، فيبدأ ان هو يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. انتر زي مثلا هنا، تقدر ترفع اي صورة وتقول له انا عايز الستايل دوت. طيب انت هنا بقى تختار البروجكت نيم وتختار الابعاد، وهنا ممكن تقول له مثلا بيدروم مثلا، او عايز اي ستايل، شوف انت عايز ايه. هو هيبقى بقى للذكاء الصناعي ويقول له الصوره دي عايزين نشتغل معاها مع البرومت دوت. فعمل لي الصور بالشكل دوت، تقدر تختاره وتقول له بليس ان كانفا، يبدا يختار لك بالشكل دوت. تقدر تضغط فيها، تقدر تقول له احذف جزء معين او ريموف باك جراوند، او تستخدم اداة السيليكشن. يعني ممكن تيجي سيليكت مثلا عن الجزء دوت انت مش محتاجه مثلا، او عايز تحط مكانه حاجة. تمام، وتقول له ريموف، يبدأ ان هو يعدل عليها. عدل عليها وحط مكانها تقريبا شمعدان، فممتاز. يعني هنا طبعا لو انت عايز تعمل سيليكت على حاجة تقدر تعمل سيليكت على اي حاجه انت عايزها، وممكن بعد كده تقول له ريموف او دوبليكيت او ديليت. فاتمنى الموقع يعجبكم.